النهارده باين عليه يوم اكشن، خصوصا لما جت الفرصه لضابط المباحث انه يقبض على عدمان الدمراوي المجرم الهربان. وطبعا الضابط طلب المساعده من اصحابنا، خصوصا ان هيبقى لهم دور كبير، وطبعا هم ما يقدروش يرفضوا طلب، خصوصا لو كان الطلب ده لتحقيق العداله وخدمه الوطن. لا يا باشا مش هنقدر. استنوا بس لما نفهم ايه الموضوع، احنا لازم نخدم العداله. الموضوع بسيط ومفيش وقت، وكفايه ان احنا قدرنا نخليه يجي السفينه هنا. ده انت شاطر جدا يا باشا، ربنا ينور عليك يا رب. وانتوا خليتوا حضرته يجي السفينه هنا ازاي يا باشا؟ عملتوا ايه يعني؟ عثمان الدمراوي كان متجوز واحده اسمها سعديه اسكندرانيه، وخلف منها بنت اسمها بسبوسه، وبعد كده قتلها لما خانته. طب وبنته؟ خدتها واحده اسمها توحيده رقاصه في الافراح البلدي، ربتها وشغلتها معاها. وبعد كده هرب عثمان من السجن وفضل يدور عليهم ما لقالهمش اي اثر، بس احنا قدرنا نوصل لهم ان توحيده الرقاصه جايه تعمل نمر على السفينه هنا. وطبعا هيجي عشان يدور عليها هنا، صح؟ بس يا باشا الموضوع ده خطر قوي يا باشا. استنى بس يا علي، احنا لازم نخدم العداله. هو يا علي دايما بتدخل كده. استنى بس يا علي، لازم نخدم العداله يا باشا. هنعمل ايه بقى بالظبط حضرتك؟ كل اللي هتعملوه ان انتوا هتطولوا قعدته على المركب شويه لغايه ما نوصل ونقبض عليه. وطبعا انت يا سوسو هتعملي توحيده الرقاصه، ومفيش غيرك انت يا شليمار يعمل بسبوسه. ايه الجهاز ده هيبقى معاكوا؟ تدوني اي اشاره لو حسيتوا باي خطر. ايوه الجهاز ده هيبقى معايا انا. الجهاز ده هيبقى معايا انا. الله، وليه ما يبقاش معايا انا؟ معاك شاحن وشريحه؟ لا، يبقى معايا انا. معاك ايه بس؟ هات الجهاز ده. الجهاز ده لازم يبقى مع الباشا عشان لو احتاجناه نتصل بيه. اتفضل. تتصلوا بيه يا ايه؟ امال هتدوني الاشاره ازاي؟ ركزوا بقى. انت يا استاذ عرفت هتعملي ايه؟ طب انت دلوقتي بتشغل في اخويا ليه وبتزعق لنا ليه؟ انا عرفت انا هعمل ايه؟ هعمل توحيد الرقاص، ولو انا بطلت الشقاوه دي من زمان، لكن عشان خاطر العداله. ماشي يا باشا. ايه الشغل المتعب ده؟ اتشي يا باتشي يا بسبوسه. ايوه يا معلمه توحيده. جاهزه يا بتش؟ جاهزه يا معلمه. وريني بقى تعملي ايه يا بتش؟ ايو اسكندراني. نعم 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 نعم. ده الاداء التمثيلي اللي انا علمته لك في معهد الموسيقى العربيه؟ اتقصعي يا بت، شويه اسكندراني. كويس، يلا بقى وربنا يستر. انا خايفه قوي يا استاذ سوسو. اوكي خايفه، امال انا اعمل ايه؟ ده انا ركبي وقعت في كعبي. لو سمحت. يا اهلا وسهلا بسيد المعلمين. والله يا باشا انا مش عارف اعمل ايه لسعادتك يعني. انت يا فندي. استنى شويه استنى شويه. اؤمر يا باشا، تحب تاكل؟ طب تحب تشرب؟ تستحمى؟ اؤمر. انت بني ادم. ما تستنى شويه يا عم، انت عايز شغلانه؟ طبعا سعادتك عايز تشوف بسبوسه. لما المعلم عثمان الدمراوي يقول تعالى تيجي ولو حتى غصب عنك لو عايز تعيش. لما انت مش المعلم عثمان الدمراوي، سيبنا جامد فيك ليه يا حيوان؟ بقى كده يا بت يا بسبوسه. عايز ايه يا حسن؟ اطلع يا بت براد امبارح. انت خدت كله. ايوه نعم يا اختي، ابقى يا بت بالمعلوم. دول هم 5 جنيه عمي حق الدخان. لا يا اختي، خلي الدخان عليا انا يا اختي. ما انا لو ابويا كان موجود مش كان زمانه رحمني من الهم اللي انا فيه؟ علي صوتك شويه اكتر. ما انا لو ابويا عثمان الدمراوي موجود مش كان زمانه رحمني من الهم اللي انا فيه؟ هو انا كل ما اكلمك يا بنت تقولي لابويا ابويا ابويا، هو فين ابوك ده؟ جون. ابوك مات 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 يا بنت. لا ابوك ما ماتش يا بنتي، ابوك عايش عايش. ازاي انت تعرفه؟ قولي قولي نبوس ايدك، احسن هنموت نفسنا والله. انا عثمان الدمراوي ابوك يا بنت. يا للهفة القدر. ايوه يا لهوي، بقى انا بعد السنين دي كلها يطلع لي اب. يا حبيبي يا ابا، يا حبيبي يا حبيبي. يا بنتي كنافة، يا لقمة لقاء، يا بسبوسة انزلي تحت يا بيتش الجاردي. وانت يا اخويا يا شرير يا بلطجي يا سمحتش، خد البيتش وانزل بيها تحت. كمان يا بيت. يلا يا شر كله. ابو دومه عامل ايه دلوقتي؟ ابو دومه؟ ابو دومه مين يا معلم؟ ابو دومه جوزك. نهار اسود، انا اتجوزت واحد واسمه كمان ابو دومه. ايه الاسماء دي يا ربي؟ ما انت عارف ابو دومه ده؟ الحمد لله، يعني ربنا افتكره الله يرحمه. بس انا عارف انه هو في السجن. سجن يا جنيرة السيدة، وانا متجوزة واحد اسمه ابو دومة وكمان في السجن.
ما هو بص عايزينه يعني كمنه كده يعتبر بالنسبه لي مات بقى يا معلم. ما تفكرنيش باللازم هذا من بحري وبنحبوه على ايه ما بنستنوه هنقعد مستنيين على ايه ما كده كتير يا جماعه. في ايه يا وليه؟ نعم مالك مش على بعض كده ليه؟ ما انتش عارف يا معلم وانت سيدي عارفين ان المغنى بتجري في دمي انهار انهار. والولا برديسي عمل ايه في العمليه بتاعته؟ لا الحمد لله ربنا خد بيده فك السلك وبقى زي الفل. سلك ايه؟ السلك بتاع عمليه النصران الاعور الحمد لله ربنا خد بيده وبيجري دلوقتي يا اخويا. ايه زر هوان اعور ايه؟ انا قصدي على العمليه بتاعت الحريين الاخرانيه. هروين؟ اصلا انا من ساعتها ما شفتوش. نهار اسود ومنيل هروين ايه يا جماعه؟ هروين والسجن ده احنا بقينا في حوسه من بحري وبنحبوه على ايه ما بنستنوه يا جماعه. انا قاعده على ايه ما هو مستنيه لما الشمس خلاص نقحت نفوخي صراحه يا معلم كده. انت جاي ليه دلوقتي؟ جاي عايز بيتي. بيتك اسمه ليه؟ بيتك هلا هلا يا بيتك. اسمعني يا بيتك، بيتك دلوقتي جاي تسأل عليها بعد ما رميتها حتة لحمة حمراء قدام باب الجمعية الشعونية. أسره عايزة كام؟ يا نهار إحوح، أنت كمان بتساومني على بيتي اللي أنا ربيتها؟ ده أنا اعتبرت إن أنا هي بنتي وهي حياتي وهي أمي وهي أبويا، ده أنا كنت أجيب لها البومبرز الغالي، كنت أجيب لها اللبن اللي في الببرونة، كنت أجيب لها المصاصة أم 1500 جنيه، عارف الشمسية ديت الواكية مش 5000 جنيه، حلوين؟ خليهم 10 وابقى موجبه معاك، ايه رايك؟ ماشي يا توح ماشي. خد يا ستي. شكرين يا فلوس. اتشي يا بيت بيتي يا بسبوسه يا كنافه يا لقمه القاضي. ايوه يا خالتي بتناديني؟ مش عادي يا بيتش بسرعه هقولك على مفاجاه دلوقتي هتوقعك على طولك وهتوقعك على اسنانك بس اوعي يغمن عليكي. الراجل ده صاحب النقطه دي صراحه ربنا كده يبقى جوز امك الاصلي. ورجعنا لكم بعد الفاصل. ايوه يا سعاده الباشا الجو هنا جميل والامن مستتب على المركب وما زال النيل يجري. ايوه يا فندم انا لسه واكل شندوتشين همبرتر بدرنجر يستاهلوا بق سيادتك يا فندم. نعم اخبار عثمان الدمراوي انا ما اعرفش عنه ولا حاجه لحد دلوقتي ولذلك سننتقل الى مراسلنا السيد بازوكا. شكرا للسيد الزميل. ايوه سعاده الباشا سوسو اللي هي توحيده لسه خارجه من الاوضه دلوقتي وسيلين اللي هي بسبوسه لسه داخله له حالا وطبعا زي ما سعادتك عارف هو ما يعرفش ان احنا بنعمل عليه تمثيليه يعني هو ما يعرفش ان بسبوسه مش بسبوسه وان توحيده مش توحيده. الله 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 ليه شتان بس كده يا باشا؟ هو بيعمل ايه دلوقتي؟ لا هضطر احولك للسيد الزميل مسعد سردينه من موقع الاحداث. نشكر زميل لللا عثمان قاعد لسه بيسمع لبنته بسبوسه. انا تعبت قوي يا دادي قصدي يابا انا اتمرمطت يابا انا اتحرمت من قسوه الاب. انا كان نفسي في اب يفتري عليا يديني باللكميه يرعاني بالجزمه فوق دماغي خلاص بقى بدل ما انا دايره على حل شعري كده. كفايه بقى يا بنت قطعت قلبي. لا مش كفايه يا ابو بسبوسه ده انا ايه نمت ليالي طول من غير لقمه جبنه حتى ولا اتعشى. ماني دورت عليكي في اسكندريه حته حته ما لقيتكيش. انت كنت فين يا بت؟ من بحري وبنحبوه. ماني روحت بحري وروحت زعربانه وسالت عليكي لحتى في باب صدر ما لقيتكيش. هنروحت لخالك حسنين ما لقيتكيش برضه. خالي مين؟ خالي يا حبيبي يا خالي اخباره ايه؟ خالي مات. وهو عامل ايه دلوقتي؟ بقول لك مات يا حبيبي يا خالي من بحري وبنحبوه. يلا يا بنت انت مالكيش قعد هنا يلا بينا. لا يابا انا ما اقدرش. ليه؟ عشان ايه؟ حسن ابو ركبه يموتني. طول ما انا معاكي ما تخافيش من ايته مخلوق. يا بابا ده راجل شراني انت ما تعرفوش. امشي انت كده من غير شر وانا هحصلك. ولا يهمك من ابو ركبه ولا ابو دماغ انا هنخلصك منه. هتعمل ايه؟ هقتله. الحقوني ده عايز تضيع مستقبلي الفني وبيقول هيقتلني. انت فين يا حسن ابو ركبه؟ عموتك يعني عموتك. اهدى بس يابا اهدى عشان خاطري. ما خلاص بقى يا معلم عثمان ده واد غلبان. لا لا غلبان ولا بتاع ده واد صايع بياكل عرق بنتي انا شفته بعينيا. ما خلاص يا معلم عثمان ما انت لقيت بنتك. خلاص بقى يابا يلا بينا نمشي من هنا وخلاص. لا انا قلت هقتله يعني هقتله وكلمتي ما تنزلش الارض ابدا. عيا سعاده الباشا
ردي بقى، ده الموقف اتنقل بستين نيلة. ايوه يا باشا، المعلم نيلة عثمان ده طايح فينا هيموتنا. انت بتكلم الحكومة ولا؟ انا؟ لا يا عثمان باشا، مفيش اي حاجة. من النهاردة مفيش حكومة، انت الحكومة. يا معلم عثمان، انت لو عرفت الحقيقة مش هتقتل حسن ابو ركبة ده خالص. بس بقى، اسمع منه بقى وانت هتفهم الحقيقة. قول. ايه هي الحقيقة؟ الحقيقة ان حسن ابو ركبة غلط مع بنتك بسبوسة وعايز يصلح غلطته. يابا خربت بيتك. انتي لازم اغسل عاري، لازم اقتلك انت والكلب ده. ايه ده، انا بهدلت الدنيا دي ولا ايه؟ بقولك يا معلم، انا مش بنتك اصلا، دي تمثيليه والبوليس عملها. عايزه تضحكي عليا تاني؟ يا عم ابدا، انا لا اسمع حسن ابو ركبه ولا نيله، ده انا اسمع علي حواكه واد كومبارس في السينما، ودي شاليمار مديره المركب هنا. امال توحيده دي تبقى مين؟ سوسو حواكه يا اسطى، سوسو حواكه اختي. اه ده ملعوب بقى، عملته مع البوليس عشان يقبض عليا. مين باري وبنحبوه على ايه؟ مالي استنوا انو ايه ده، متجمهرين كده ليه يا ولاد؟ مالكم؟ شكلكم غريب. عد يلا حبيبي، هلف لك بسبوسه في ورقه وتاخدها وتمشي. بسبوسه مين يا سوس؟ ايه المفاجاه دي مره؟ سوسو ده ايه ده؟ انا توتو يا عد. توتو وكله كشف وبان يا ست. تأبيده تأبيده من بعري وبنحبوه على الامه بنستنوه. ايوه شفتوا بنستنيكوا على الامه بقالي قد ايه واطيين ومحدش يجي لي؟ يعني ايه كشفنا؟ مش كده وبس، كلكوا هتموتوا كلنا. تحبوا تموت ازاي؟ نموس ايديك يا معلم عثمان، احنا مش عايزين نموت. بقى انتوا تضحكوا عليا انا المعلم عثمان الدمراوي، واسالك اقول لك ايه الحكايه؟ اتغيرت يا توحيده، تقولي لي عمليات التجميل يا معلم. تعب اخويا، بنهزر معاك بنضحك معاك، واطيه هتعمل ايه؟ وانت يا اختي الحقني يابا، ضربوني يابا، عذبوني يابا. كنت بهزر معاك يا معلم. وانت يا فندي، انت يا حسن ابو ركبه، عامل لي فيها ابو ركبه؟ انت الشباب يا باشا والله، واطي زي اختي واطي. فيها يا عثمان انت؟ ايه؟ انت بتغلي ليه؟ عايز تموتنا ما تموتنا واخلص يا اخي، بدل المونولوجات اللي انت شغال فيها دي. ما تستعجلش يا اخويا، انتظار الموت هو العذاب. بليز اتمان بي لو سمحت، ممكن تاجلنا انا في الموت شويه وخلي السيد الاول عشان هو بيحب الاستعجال. لا اخويا خليه في الاخر. ماشي يا سوسو، هخليهولك للاخر. صدق بقى ان انت راجل واطي وناقص وما عندكش اصل وما تربيتش ولا عمر التربيه كده عدت من قدام بيتكو. اصلك تكونش فاكر نفسك شخص قوي قوي. ها ها، ولعلمك الجلابيه دي مش حقيقيه. طب الشاهد على روحك. والله وقعت يا عثمان. شفت اخر تمام، كان زمانك مخلص علينا وهربت يا اخي. قدامي يا عثمان، هدوء. باي باي يابا. بنحبوه على الامه بنستنوه، شبك الجمالات واشابه الجميل.